لا بس بجد يعني مهما الواحد اتكلم حاجه كانت محترمه جدا، وهنتكلم في تفاصيلها، بس محمد صلاح امبارح وبنتكلم عن جائزه القدم الذهبيه مش الكره الذهبيه، وازاي برضو بنيجي هنا نربطها بالقوى الناعمه وفكره ان عندنا ايقونه بتمثلنا في المحافل الدوليه ورفع راسنا. مش بتكلم بس على فكره على شخص بعينه، انت لما بتتكلم في اي مجال إن كان، يعني سواء محمد صلاح طبعا في الرياضه او اي ايكون مصري بيسافر بينجح بيحقق انجازات كبيره بيرفع علم مصر في محافل دوليه مختلفه، حاجه بتشرفنا كلنا وبتدينا حافز، بتبقى انت كمان نفسك تبقى في البوزيشن ده او في الموقع ده، فحاجه اكيد كانت امبارح محترمه جدا، وفي نفس الوقت هو تزامنا مع الجائزه البالون دور، فيعني هنتكلم في التفاصيل، بس زي ما بيتقال كده كريم ربنا بيعوض، ومش بس بيعوض، ربنا بيقول لك ما تزعلش، انت كنت يمكن تستحق حاجه معينه بس الله اعلم ظروفها كانت ايه. بس محمد صلاح برضو يعني امبارح حقق انجاز كبير جدا، والكره الذهبيه دي حاجه مش بسيطه. طبعا ده طب يعني بص محمد صلاح يعني ايه، خلاص بقى احنا خلصنا فيه كل الكلام تقريبا. يعني مش عارف هنقول ايه تاني عن محمد صلاح. الحقيقه فعلا هو فخر لكل مصري ومصريه، وفخر لكل عربي وعربيه. وبعدين الكلام اللي بتتكلم فيه نهوان ده ينطبق على كتير جدا من نجوم الرياضه والفن والادب والطب والهندسه والفلك. على فكره في مصريين منورين دول العالم كله، ومرحب بيهم جدا جدا، ومقدرين ومحترمين من كل دول العالم، عشان عندهم علم او فن او عندهم اي شيء من تفاصيل القوة الناعمة. محمد صلاح طبعا ينطبق عليه هذا الكلام يعني بحذافيره، وفعلا مشرف جدا 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 لكل مصري ومصرية. دي حقيقة، وهنتكلم في التفاصيل كمان بتاعت استلام لزوجته يا كريم الجائزة طبعاً. والمشهد اللي كان مش بس فكرة مشهد وخلاص، لا هو ليه دلائل كتيرة جدا صحيح. ورسائل كتيرة جدا. بس نرجع مرة تانية ونتكلم يعني جائزة القدم الذهبية دي، وفكرة ان محمد صلاح يحصل عليها كلاعب يعني افضل لاعب في العالم فوق طبعا 28 سنة، حاجة كانت مشرفة جدا. وزي ما حضراتكم تابعتوا هي الحفلة اقيمت في موناكو، دي جايزة بيتم منحها للاعبين اللي بلغوا سن 28 عام وما زالوا مستمرين يعني في العطاء وفي اللعب والتألق على، بنتكلم المستوى هنا الفردي والجماعي. وبالمناسبة على فكرة آخر واحد فاز بيها زي ما حضراتكم برضو أكيد عارفين هو كان رونالدو. فنخش بقى على اللقطة اللي الناس كتيرة جدا عجبتهم، وزي كنت بقول لحضراتكم هي فيها رسائل أكيد كتيرة، يعني فيها رقي كمان إن صح التعبير. الفكرة هنا إن صلاح يخلي زوجته هي اللي استلم الجائزة رغم ان هو موجود، فده بيدل على التقدير، يعني قد ايه انت بتشاركيني رحلة النجاح. يعني كلام كتير واشاعات كنا برضو بنسمعها وكلام ملوش لازمة وتدخلات في حياة الناس بشكل مبالغ فيه وغير مقبول سمعناها في فترة طويلة، ويمكن برضو طالت محمد صلاح. ففكرة ان انت دلوقتي بترد على كل ده بالصورة الراقية، وفي نفس الوقت بتعرف العالم كله قيمة الزوجة وقيمة المرأة، وقد ايه كمان على فكرة محمد صلاح معروف عنه ان هو داعم جدا للمرأة. فكل دي رسائل حلوة ان احنا نوصلها للعالم من خلال صلاح. فكمان لو هنروح على الصعيد بقى الفني وتفوق صلاح على اسامي كبيره جدا، يعني هو هنا الكومبيتيتورز او المنافسين كان بيتكلم في ميسي، بيتكلم في نيمار، بيتكلم في راموس، بيتكلم في بنزيما، بيكي، يعني عدد كبير قوي من النجوم. وزي ما حضراتكم عارفين هي يعني جايزه بتنظم سنويا في موناكو، فحاجه يعني محترمه. وليه طبعا اللي بيفوز كمان بيبقى بيسيب قالب لقدمه على ممشى المشاهير هناك، فيعني حاجه اكيد محترمه جدا.